أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ماذا يعني القصف الأمريكي على مواقع لميليشيات الحشد؟ وما هي أهدافه؟ وما حدود هذا الاستهداف؟ حيث صرحت واشنطن أنها ماضية بخطوات تصعيدية أكبر في إشارة إلى سياسة جديدة في التعامل مع الميليشيات في العراق. ولكن ما الذي جعلها تفعل ذلك مع أن هذه الميليشيات صنعت وشكلت بأيادي أمريكية وإيرانية منذ عام 2003 وحتى الآن بحسب مراقبين للشأن العراقي؟ بالطبع ألم تكن تلك الميليشيات المدعومة من إيران تقتل الفلسطينيين في العراق بعد احتلاله؟ فكيف تدعي أنها تنصر الشعب الفلسطيني وتنصر القضية الفلسطينية في طوفان الأقصى؟ ألم تكن شعاراتها منذ أن ابتدأت طهران بأن بغداد هي الطريق إلى تحرير القدس؟ هل شعارات المقاومة التي تنادي بها الميليشيات الولائية التي توالي إيران هي للترويج الإعلامي ومحاولات لتلميع صورتها بعد طوفان الأقصى؟ سيكون معي في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام كل من الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. وسيكون معي أيضا الأستاذ عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. إذن أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. الآن وبعد طوفان الأقصى، ما الذي تغير في السياسة الأمريكية تجاه الميليشيات في العراق؟ صرنا نسمع استهدافات هنا وهناك، وعناصر من الميليشيات الولائية الموالية لإيران تقتل بطائرات مسيرة أمريكية، وصرنا نسمع بأحداث لم نكن نسمع بها قبل مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ماذا جرى بعد طوفان الأقصى؟ مرة أخرى أحييك وأحيي مشاهديك الكرام والضيف الذي سينضم إلينا في هذا البرنامج. الحقيقة منذ البداية كانت القضية الفلسطينية لدى الإيرانيين وهي قضية عادلة وقضية حق ومقاومة وطنية لاستخلاص الحق الفلسطيني الذي يعني يحتل العدو الصهيوني هذه الأرض العربية العزيزة. منذ البداية كانت القضية الفلسطينية وسيلة للنظام الإيراني الذي تمر اليوم أو هذه الأيام الذكرى 45 لوصول هذا النظام المستبد الإجرامي الإرهابي العنصري الطائفي التوسعي إلى الحكم في إيران. كانت وسيلة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية من خلال المنادات بشعارات تحرير فلسطين ويوم القدس وأسبوع المقاومة وإلى آخره من التسميات التي وفيلق القدس وإلى آخره من التسميات التي سمعناها طوال هذه العقود الأربعة والنصف خلال المرحلة الماضية. الذي جرى في الحقيقة عند احتلال العراق كان هناك تنسيق وتعاون وتخادم واتفاق على تفاصيل كثيرة بين العدو الأمريكي الغازي والعدو الإيراني المتربص بالعراق والذي يسعى إلى الانتقام من الدولة العراقية ومن الشعب العراقي. وبالتالي عندما حصل الاحتلال كانت هناك كما قلت تفاهمات، ووصلت هذه التفاهمات إلى مستويات عالية في الحقيقة، حتى أننا نعيد التذكير بالرسالة التي نقلها جلال طلباني وكان يسمى رئيسا لجمهورية العراق بين قوسين، نقلها من سليماني الذي التقاه في ذلك الوقت في دمشق، ونقل رسالة
خاصة وسرية إلى الإدارة الأمريكية، وتلقاها السفير الأمريكي في بغداد في ذلك الوقت، كانت في مطلع عام 2007، وكان السفير الأمريكي زلماي خليل زاده. وهذه الرسالة جاءت في وقت ذروة المقاومة الوطنية العراقية. حملت هذه الرسالة تعبيرات واضحة ورسالة وكلمات دقيقة وإشارات كافية ووافية حقيقة عن طبيعة التخادم بين المشروعين الأمريكي والإيراني في العراق. سليماني قال لزلماي أن نجاحكم في العراق، نجاح المشروع الأمريكي في العراق، هو نجاح للمشروع الإيراني أيضا في العراق. وبالتالي وأقسم بقبر خميني أنه لن يطلق، سليماني يقسم بقبر خميني أنه لم يطلق ولن يطلق رصاصة واحدة ضد القوات الأمريكية في العراق. وبالتالي فأي حديث عن موضوع المقاومة في ذلك في تلك المرحلة، وكما قلت هي كانت ذروة عمليات المقاومة، قد تصل إلى أكثر من 100 عملية في اليوم، المقاومة الوطنية العراقية بفصائلها وتسمياتها، وأنا أصر على كونها مقاومة وطنية عراقية قام بها عراقيون لأهداف تحرير بلدهم، لا علاقة لها لا بأسباب طائفية ولا بأسباب إرهابية ولا بقضايا سياسية، وإنما هي بمقاومة يعني مشروعة ووطنية وعراقية بالكامل. في تلك الرسالة أو في هذه الرسالة التي نتحدث عنها، جرى الاتفاق بين القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية على صيغة معينة للتواصل والتنسيق بشأن المشروعين الأمريكي والإيراني في العراق، لعدم أي احتكاك بين حصول أي احتكاك بينهما. واستمر هذا الحال الحقيقة حتى أن وصول الطلف الإيراني إلى مستويات لم تعد مقبولة لدى الإدارة الأمريكية، حينما أرادت الحكومة الإيرانية أو الجهات الإيرانية الفاعلة، فيلق القدس أو الاطلاعات والحرس الثوري أو مكتب خامنئي بالذات، أرادوا التهام العراق لوحدهم ونسيان أو تناسي التنسيق مع الولايات المتحدة. هنا حصل الخلاف والصدام، وأسفر ذلك عن اغتيال سليماني في بغداد في مطلع العام 2020. بعد ذلك يعني جمدت المشاكل بين الطرفين، وبقي فقط التراشق الإعلامي، وكانت هناك قواعد اشتباك تحكم العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يحصل أي اصطدام حقيقي. كانت هناك مفرقعات تطلق من الجانب الميليشياوي العراقي بين قوسين مرة أخرى ودائما، لأنه حقيقة لا يعبر عن المصالح العراقية وليس هناك بطبيعة الحال. العراق أستاذ مصطفى يختلف، عراق الاحتلال يختلف عن عراق بعد الاحتلال، أصبح العراق بعد الاحتلال دولة ببطن دولة، وهناك يعني إشارة إلى موضوع، إذا سمحت لي أستاذ مصطفى فقط سوف أعود إليك مرة أخرى، اسمح لي أن أرحب بثواني لو سمحت. نعم، حصلت بعض الهجمات من ميليشيات إيرانية إرهابية تعمل في العراق على مواقع أمريكية، سواء المواقع الدبلوماسية أو المواقع العسكرية، ولكنها لم تكن مؤثرة. قواعد الاشتباك التي تحكم العلاقة بين الطرفين أنه عندما تكون القذائف تطلق من الجانب الميليشياوي الإيراني في العراق على مواقع خالية، فإن الجانب الأمريكي لا يرد، ولكن عندما تصيب هذه القذائف أو تقتل جنودا أمريكيين، فإن القوات الأمريكية سترد. هذا ما حصل عند اغتيال سليماني، حينما قتل جندي أمريكي وجاء الرد الأمريكي بقتل سليماني. والآن عندما حصل الهجوم على القاعدة البرج في الشمال الشرقي، أقصى الشمال الشرقي من الأردن، وقتل 3 جنود أمريكان، أيضا جرى الانتقام. وهذه هي قواعد الاشتباك التي تحكم العلاقة بين الطرفين. وبالمناسبة هذه قواعد الاشتباك أشار إليها آخر بيان صدر لما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، يعني الميليشيات الإرهابية الإيرانية في العراق، تحدثت أن مقتل وسام
الساعدي كان خرقا لقواعد الاشتباك، هكذا جاء في منطوق البيان. طيب استاذ مصطفى ابقى معي لو سمحت. ارحب بالاستاذ عبد السلام ياسين الساعدي الكاتب والباحث السياسي. استاذ عبد السلام مرحبا بك. استاذ عبد السلام تسمعني؟ هناك مشكله في الاتصال مع الاستاذ عبد السلام. سوف يتم الاتصال بك استاذ عبد السلام. اذا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير عن ما يجري الان بعد طوفان الاقصى وكيفيه الاستهداف الأمريكي للميليشيات الموالية لإيران في العراق. توتر أمني وتصعيد أمريكي بضربات متعددة ضد الميليشيات المدعومة من إيران يسير باتجاه مرحلة جديدة لتصفية حسابات خارجية وداخلية معظمها يتم على أرض العراق الذي يعاني أصلا من انهيارات أمنية واقتصادية وانتهاكات لسيادته في ظل حكومة ضعيفة تحركها إيران من خلال أذرعها الميليشياوية. بتوجيهات إيرانية لميليشيا الحشد ظهرت مجموعة تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تشكلت من ميليشيا حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء وغيرهم، قالت بأنها ستقوم بعمليات انتقامية ضد الأمريكيين في العراق وسوريا بعدما تأكد لديها دعمهم للقوات الإسرائيلية وفقاً لبيان باسمهم أعلنوا فيه مهاجمة قاعدة عين الأسد. القصف الأمريكي على مواقع لميليشيات الحشد وقتل قياديين فيها كان يهدف إلى شل قدرة الميليشيات على استهداف القواعد الأمريكية بحسب تصريحات واشنطن التي أكدت أنها ماضية بخطوات تصعيدية أكبر في إشارة إلى سياسة جديدة في التعامل مع الميليشيات في العراق، إلا أنها لا تسعى إلى إنهاء وجود تلك الميليشيات التي صنعت بأياد أمريكية إيرانية. مراقبون يرون أن واشنطن تريد الاحتفاظ بالميليشيات لنشر الفوضى في المنطقة، وما الضربات الأخيرة سوى عملية لتقليم أظافر الميليشيات التي تحاول أن تظهر بصورة المقاومة للاحتلال الذي جاء بهم أصلاً بتنفيذ عمليات هنا وهناك لإقناع الشعوب بأنهم محور المقاومة المزعوم، وأنهم يسعون لنصرة الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى، فيما كانت الحكومات المتعاقبة والميليشيات المدعومة من إيران تقتل الفلسطينيين المقيمين في العراق وتعتقل وتعدم من يقاتل المحتلين. جلسة البرلمان التي عقدت للتصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق شهدت فوضى وتبادلاً للاتهامات بين النواب، فمن أصل 329 نائباً حضر 82 منهم فقط، فيما غاب عنها عدد كبير من نواب كتل سياسية من بينها الإطار التنسيقي، في إشارة واضحة تماماً إلى أن شعارات المقاومة هي للترويج الإعلامي فقط ومحاولة لتلميع صورة الميليشيات التي تدعي الوقوف مع طوفان الأقصى. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد من أن الاحتكاكات والتحركات الموجهة من الفصائل المسلحة ضد الأمريكيين لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني ولم تؤثر على مجريات الأحداث في غزة. إذن شاهدنا سويا هذا التقرير، وأرحب مرة أخرى بالأستاذ عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد السلام تسمعني الآن، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير. أهلا بك أستاذ عبد السلام. يعني نتساءل عن حقيقة الاستهداف الأمريكي للميليشيات الولائية في العراق بعد طوفان الأقصى، ما حقيقته؟ حدود هذا الاستهداف، غايته، هل هو يتعلق بإطار قواعد الاشتباك مثل ما تحدث الأستاذ مصطفى كامل قبل قليل، أم أن هناك رغبة أمريكية حقيقية بتقليم أظافر هذه الميليشيات الموالية لإيران بغية البدء بمرحلة
أخرى من وجهة نظر أمريكية، من وجهة نظر السياسة الأمريكية، مثل ما تحدثت واشنطن وقالت بأن هناك سوف تكون سياسة مختلفة للتعامل مع الميليشيات. ما حقيقة هذا الاستهداف بعد والذي جاء بعد طوفان الأقصى؟ هسه تسمعني أستاذ عبد السلام؟ هناك مشكلة بالصوت صح؟ إذن سوف أعود إليك أستاذ عبد السلام مرة أخرى. أستاذ مصطفى كامل، أعود إليكم ولنتحدث عن النموذج العراقي الذي قام الاحتلال الأمريكي بصناعته وقامت إيران بمباركته، حيث يرى مراقبون أن هذا النموذج العراقي بعد احتلال العراق عام 2003 صنعت له مقاومة خاصة به تروج لأنها تحمل القيم الإسلامية وتنادي بالقضية بالقضايا الإسلامية والعربية ومنها قضية فلسطين. وكذلك من داخل هذه الميليشيات هناك مقاومة للحكومة أو معارضة عفوا إن صح التعبير للحكومة، تنتقد الحكومة وتقوم بالإعداد لتظاهرات شعبية خاصة في عام 2019 أو تقوم بالزج بقبعات زرق أو تقوم بالانسحاب من الحكومة والعودة إليها مرة أخرى. المهم هناك شيء ربما أريد له أن يكون شكل معارض للحكومة، وأيضا هناك من داخل الميليشيات شكل أريد له أن يكون هو حامل للواء المقاومة. ومثل ما استمعنا وشاهدنا الكثير من بعد طوفان الأقصى، وهناك استهداف ربما لا نعرف ما تفسيره للقواعد الأمريكية في حدود العراق مع الأردن، مع أن الأمريكان هم الذين يعني شكلوا هذه الميليشيات وباركوها وقدموا لها الدعم والحماية. نريد أن نعرف هل هناك بالمستقبل على المدى المنظور، بغض النظر عن موضوع ما جرى منذ مقتل قاسم سليماني والآن، هل هناك مرحلة جديدة ستقوم الولايات المتحدة بتنفيذها في العراق تقلم فيها أظافر هذه الميليشيات، أم أنها ستبقى لتشكل الفوضى في المنطقة؟ عندما يجري الحديث عن تقليم أظافر يختلف الحال عن قطع أصابع أو قطع أذرع، وبالتالي العملية الجارية الآن والمستمرة الحقيقة منذ مقتل سليماني هو أنه عندما تتصرف القوى الميليشيات بطريقة مؤذية للوجود الأمريكي في العراق أو للاحتلال الأمريكي في العراق، فإن القوات الأمريكية سترد على هذه الميليشيات بشكل الذي يتناسب وحجم الإيذاء الذي تعرضت له القوات الأمريكية. هذا ما حصل، ونحن لا ننسى ويجب أن نتذكر دائما ونذكر مشاهدينا الأعزاء أن الولايات المتحدة ليست هي فقط التي سمحت بنشوء هذه الميليشيات، وإنما هي من أوجدتها ومولتها وجهزتها وسلحتها ودربتها. ونتذكر عمليات فرق الموت وكيف أسست على يد الكولونيل جيمس ستيل في سنوات سابقة في بدايات الاحتلال. نتذكر أن القوات أو الإدارة الأمريكية كانت حتى محاولة الهجوم على السفارة الأمريكية، وهي عملية يعني مسرحية ومرتبة بشكل أو بآخر حينما فتحت بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في نهايات العام 2019، ودخلت هذه الجموع الميليشياوية إلى قرب السفارة الأمريكية وحاولت العبث بجدرانها الخارجية. حتى ذلك الوقت كانت الإدارة الأمريكية تمول هذه الميليشيات بشكل شهري وتدفع رواتبها. طيب. وبعد ذلك أستاذ مصطفى، يعني إذا سمحت لي بالسؤال، لو من تريد يعني هذه الميليشيات، لو افترضنا بأنها تقوم بالتلميع لصورة بأنها وجه المقاومة الحقيقي ورافعة لقضية المقاومة وناصرة للقضية الفلسطينية، يعني لنفترض جدلا أن هذا الأمر هو موجود على أرض الواقع، ولكن من الذي سيقتنع؟ هل سيقتنع النظام العربي الرسمي؟ هل ستقتنع الشعوب العربية بذلك وهي ترى الميليشيات المدعومة من إيران أعاثت في الأرض فسادا في سوريا وقتلت الأطفال وقتلت النساء في سبيل نصرة النظام السوري؟
محاولة يائسة وبائسة وفاشلة محكوم عليها بالخسران لتزوير وقائع التاريخ، محاولة لمسح العار الذي لحق بهذه المجاميع حينما تخلت عن واجب المقاومة الوطنية ضد الاحتلال وضد الغزو، تبعا لفتاوى صدرت من المراجع التي يعتمدون عليها أو يقلدونها، وبالتالي هي محاولة كما قلت لتزوير التاريخ، لكن التاريخ واضح ووقائعه ثابتة، ولا يمكن لمثل هذه الألاعيب وسرقة بعض العمليات المصورة لفصيل مقاوم من يعني هذا الفصيل المقاوم أو ذاك يحاولون سرقتها ووضع شعاراتهم أو اللوجو عليها، لوجو هذه الميليشيات، هذه محاولات بائسة، هم يحاولون مسح عارهم بهذه الأكاذيب، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى يحاولون تبييض صفحات جرائمهم السوداء التي ارتكبوها بحق العراقيين وبحق الفلسطينيين وبحق السوريين وبحق اليمنيين أيضا، ومحاولاتهم الإجرامية في كل مكان. هذه الألاعيب مكشوفة، والولايات المتحدة مهما حاولت أن تعطي أرجحية لهذه الجهات من خلال تسميتها ب يعني ترويج تسمية المقاومة عليها، فإن هذا لن ينجح. طيب، على الأقل نريد أن نفهم أيضا يعني جزئية مهمة في موضوع هذا النظام القائم على المحاصصة في العراق. محلي أستاذ مصطفى كامل، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أستاذ عبد السلام ياسين السعدي، تسمعني الآن؟ نعم، أسمعك أستاذ سمير. أهلا بك مرة أخرى أستاذ عبد السلام، نعتذر منك للخلل من المصدر، والحمد لله نسمعك الآن بشكل جيد. نتساءل عن هذا الأنموذج الذي شهدناه خلال هذه المرحلة، يعني إلى أي مدى ترى أن حكومة السودان هي في منأى عن أي وصف؟ هي حكومة مرشحة من قبل الميليشيات الموالية لإيران مثلما يرى الكثير من المراقبين، أي أنها لا تستطيع أن تخرج عن الأمر أو القرار الإيراني، ولكن كيف تستطيع أن توازن بين إرادة واشنطن التي تريد أن تجعل الميليشيات تمشي وفق ما تريد هي، كيف تستطيع هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها الموازنة في هذا الأمر، أم أنها لا قرار لها والقرار فقط لواشنطن؟ بالبداية أحييك أستاذ سمير، وتحيتي للأخ الضيف الموجود، حياكم الله. احنا كلنا نعلم أنه لولا أمريكا لما كانت هذه الطوغة السياسية موجودة الآن في العراق تحكم في العراق، فإذا هم مجيئهم كان بقرار أمريكي. الأمر الثاني، فعلا الموجود الآن الاختلاف او بين الاطار اطراف الاطار التنسيقي يدل على مدى انه الولاء لايران من جهه او الولاء للولايات المتحده اللي جلبتهم واجلستهم على الكراسي من جهه اخرى. فبالاجتماع الاخير الذي حصل بين الطرف العراقي وممثلي القوات الامريكيه او ما يسمونها قوات التحالف، خرج علينا الإعلان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة رسول يحيى، وكان هناك تناقص في التصريحات. ففي الوقت اللي أعلن فيه أنه أجرى محادثات من أجل جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي لهاي القوات وإنهاء مهمة القوات التحالف، الجانب الأمريكي وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع أكد على أن القوات الأمريكية موجودة بالعراق بناء على طلب الحكومة العراقية، وأنه ليس لدي أي علم بطلب رسمي محدد لمغادرة هذه القوات العراق. أما القادة العسكريين الباقين أشاروا إلى عدم التطرق إلى أي انسحاب أمريكي من العراق. هذا شنو يبين لنا؟ يبين لنا اضطراب العلاقة واختلاف وجهات النظر. طيب، هنا في هذه النقطة يعني يعني ذكرتنا لهذه النقطة المهمة أستاذ عبد السلام. نعم. يعني عندما هناك نعم. تكون هناك يعني دعوة للمقاومة ورفع لواء
المقاومة ضد الأمريكان وضد مناصري الصهاينة في الذين يقتلون الفلسطينيين، لماذا لم يحضروا في جلسة البرلمان التي خصصت للتصويت على إخراج القوات الأمريكية؟ يعني مثلا غاب الإطار التنسيقي عنها، من يعني 329 نائب من المفترض هم الأصل، يعني 82 فقط منهم يعني حضروا، بينما غاب الكثير ومنهم الإطار التنسيقي. يعني هناك ميليشيات يعني تقول أنها تحمل قيم المقاومة وتحمل السلاح وأنها تدافع عن قضايا المسلمين، وهي ميليشيات طبعا موالية لإيران. هل هذا يدل على أن هذه الدعوات وهذا الادعاء هو فقط للترويج الإعلامي ولتلميع صورة الميليشيات؟ فقط للإعلام، يعني فقط التصريحات إعلامية، ولكن في الحقيقة قسم من الأطراف اللي خلي نسمي المسميات بأسمائها، خلي نقول عليهم أطراف شيعية محسوبة على الطرف الشيعي، رفضت أيضا انسحاب هذه القوات، لأنه وجود القوات الأمريكية في العراق هو صمام أمان لبقائها ولوجودها ولكسب أكثر ما يمكن من المكتسبات على حساب البقية. أما العرب السنة والكرد فهذا موقفهم واضح وثابت من عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق. فشعارات المقاومة، وكما تفضل الأخ الضيف بأنها شعار مجرد شعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا وحصل يعني كلها هذا اللي قاعد يحصل هو مجرد إعلام، لكن في الحقيقة يريدون بقائهم ليزدادوا مكاسب وليزدادوا سرقة لخيرات هذا البلد. رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد قال إن الاحتكاكات والتحركات الموجهة يعني من الفصائل المسلحة ضد الأمريكيين لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني. أستاذ مصطفى كامل، بالعودة إليكم مرة أخرى، يا ترى إذا هم أنفسهم يعترفون ويقولون أن هذه الاحتكاكات وما جرى من ترويج وما جرى من صياح وما جرى من استهداف كله لم يقدم شيء للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، هل ستظل هذه الأمور في العراق وسيظل استهداف الأمريكيين، أم أن هذه الضربات الأخيرة الأمريكية للميليشيات ومقتل قياديين ستمنع تكرار هذا الأمر؟ العمليات المسرحية الدعائية الإجرامية في الحقيقة التي تهدف إلى تبييض الصورة الإيرانية الإجرامية الخبيثة وتبييض صورة هذه الميليشيات الإرهابية ستبقى مستمرة سواء في العراق أو في غير العراق، ولذلك وكله لمصلحة محور مقاومة سليماني ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية، هي محاولة يعني إظهار النموذج الإيراني باعتباره مقاوما، وهذه الميليشيات باعتبارها هي المدافعة عن قضية فلسطين. هذا كله عمل مخابراتي مقصود وسيستمر، وهناك دعم عربي وإقليمي ودولي وغربي بالتحديد لهذه التوجهات، دعم بشكل أو بآخر سواء كان دعما ماديا أو سياسيا أو دعائيا. طيب. أستاذ مصطفى، إذا كانت الولايات المتحدة تستهدف الميليشيات الذراع المسلح القوي في العراق، يا ترى لماذا لا يريد البرلمانيون، لا تريد الحكومة، لا تريد الميليشيات إخراج القوات الأمريكية، والدليل ما جرى في جلسة البرلمان؟ يعني أنت تعرف ويعرف المشاهدون الكرام يعرفون مدى بؤس واقع القوات العسكرية والأمنية وحتى الأجهزة الإدارية وغيرها، كلها مخترقة من الميليشيات، بل إن الأجهزة الأمنية والعسكرية قوامها هو الجانب الميليشياوي أو العنصر الميليشياوي، وبالتالي هذه الميليشيات لن تصمد أمام أي تهديدات من أي جهة ما، سواء كانت تنظيم داعش كما يجري إعادة النفخ في رماده الآن،
أو ومتى ما يعني كانت هناك حاجة للنفخ في رماد هذه التنظيمات الإرهابية، هذا الأمر مستمر، أو كانت تهديدات من جهات أخرى. وبالتالي القوات الأمريكية، هذا من جانب، والجانب الآخر يعني القوات الأمريكية، هذا من جانب أن القوات الأمريكية وجودها ضروري لحماية هذا النظام من أي تهديدات، ومن ضمنها وأولها طبعا غير التهديدات الإرهابية، التنظيمات الإرهابية التي قد تهدد سلطة هذا النظام، هناك الغضب الشعبي، وهذا هو الأساس، أن القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى تحمي النظام هذا المجرم من غضب الشعب العراقي الذي يرفض هذا النظام بكل رموزه وأسمائه وتشكيلاته وقوانينه ودستوره وإلى آخره. هذا من جانب. والجانب الآخر، الولايات المتحدة لم تأتي إلى العراق لكي تخرج منه، لم تحتل العراق لكي تتركه بالكامل لقمة سائغة. يعني 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 القرار ليس قرار برلماني في العراق، ليس قرار للنظام الذي شكل أمريكيا، وإنما القرار هو القرار أمريكي. هذا مؤكد كما تعلم حضرتك ويعلم الجميع، أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بهؤلاء، وهي التي تحافظ على وجود هؤلاء وتحميهم، وهي التي حمتهم من غضب الشارع العراقي، سواء في العام 2013 و2014 عندما انتفضت العديد من المحافظات الغربية والوسطى والشمالية، ثم في العام 2019 وما تلاه عندما اندلعت ثورة تشرين وكانت في وسط وجنوب العراق وهددت النظام، وكانت حقيقة واحدة من المعالم المهمة للرفض العراقي لهذا النظام الإرهابي. كل هذا من الذي حماه، ومن الذي حمى هذا النظام أعني، ومن الذي سهل له، وأيضا من الذي يمكنه سياسيا وإعلاميا وماديا، من الذي يمول هذه العصابة المتحكمة بالعراق غير الجهات الأمريكية التي ترسل الأموال، من الذي يجعلها يصورها إلى العالم أو يقدمها إلى العالم باعتبارها حكومة شرعية منتخبة وهي عصابة إجرامية إرهابية لا علاقة لها بالشعب العراقي؟ البعض يرى، أستاذ مصطفى اسمح لي سوف أعود إليك، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ عبد السلام ياسين. أستاذ عبد السلام، البعض يقول بأن أمريكا هي التي من تروج للميليشيات في العراق، بل وتروج للميليشيات في اليمن، وتروج للميليشيات في كل مكان، الميليشيات التابعة لإيران. ما جرى في يعني أن السفن والبواخر وناقلات النفط في البحر الأحمر مهددة من قبل الحوثيين، والحوثيون في واد آخر ليس لهم علاقة بهذا التهديد، ثم هم لا يتجرؤون بحسب ما يرى مراقبون ومحللون سياسيون وليست رؤيتي أنا، لا يتجرؤون على مسك RPG ليستهدفوا بارجة أمريكية أو حاملة نفط ويضربوا الاقتصاد العالمي. ولكن لماذا يا ترى في العراق تجمل، أو يعني ليس تجمل وإنما يروج أمريكيا على أن الميليشيات هي التي تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية دونا عن باقي العرب، وأيضا تروج للحوثيين وتروج لغيرهم ممن يتبعون الأجندة الإيرانية ونظام الولي الفقيه؟ يعني هل هذا الأمر واقعي ومنطقي من وجهة نظرك؟ أستاذ سمير، إحنا إذا نريد نعرف هذول الميليشيات أو أذرع إيران الخارجية في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان، هي مصدرها واحد وقرارها واحد، لا يتحرك منهم أحد ولا يستطيع أن يعمل منهم أحد إلا بأمر من الولي الفقيه الموجود في إيران. كل واحد له مرسوم دور معين، وهذه الأدوار المعينة مرسوم لها. للميليشيات في العراق لها دورها المعين، وميليشيات الحوثي وفي اليمن لها دورها المخصص لها. هناك مثل عندنا يقول أن أمن العقاب ساء الأدب، فالميليشيات لولا وجود أمريكا ولولا أنه هي مؤمن على روحها من العقاب لما قامت
وبضرب السفن الأمريكية أو البريطانية أو التلاعب في البحر الخليج العربي بالسفن واستيلائها على بعض السفن. فهذا كله دور تخادمي أمريكي إيراني متفق عليه، وكل تآمر ضد الأمة العربية والإسلامية، لأنه الأمة العربية والإسلامية أذاقت كلا الدولتين الطرفين الإيراني والأمريكي ما ذاقه على مدى تاريخ. فالمسميات كثيرة ولكن العمل واحد والهدف واحد والغاية واحدة. نعم، إذا كانت الجبهات مفتوحة في لبنان أستاذ مصطفى، لماذا لم تقم الميليشيات بدور فعلي وبطولي في الدفاع عن القضايا التي تقول إنها قضايا تهم هذه الميليشيات وقضايا محورية ينطلق منها النظام في إيران؟ يعني ما فعلته جنوب أفريقيا لم تمثل بالفلسطينيين ولم تقتل الفلسطينيين ولم تعدمهم ولم تطارد من يعني قاتل المحتل الأمريكي. جنوب أفريقيا قامت برفع دعوى في محكمة العدل الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة، ضد أهالي قطاع غزة من النساء والأطفال والشيوخ والرجال. ولكن هنا الميليشيات الولائية في إيران، هل تراها إذا وضعت في ميزان العدل والحق، هل تراها منصفة بادعائها؟ كيف تقنع العالم بما تقوم به وما ترفعه من أعلام وما تتسبب به من فوضى في المنطقة؟ يعني شوف، هو باستثناء ما تقوم به ميليشيات الحوثي في اليمن بدعم إيراني، لأن هناك سفن إيرانية، سفن تجسس، يعني هي واحدة منها اسمها سافيز، الآن اتجهت إلى الصومال، وعندما اتجهت باتجاه الصومال فإن التهديدات الحوثية يعني قل تأثيرها. باستثناء ما تقوم به ميليشيات الحوثي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، لا توجد هناك في الحقيقة عمليات مؤثرة فعلا تجاه القواعد، لا القواعد الأمريكية ولا طبعا العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ولا في الجولان المحتل ولا في يعني من جنوب لبنان. هناك فيما يتعلق بجنوب لبنان هناك عمليات محسوبة تجري وفق استراتيجية كرة المنضدة، يعني ضربة مقابل ضربة عندما تطلق القوات يعني الميليشيات حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان بعض القذائف، فإن العدو الصهيوني يرد. وفي الآونة الأخيرة الحقيقة أيضا جرى تصعيد من جانب العدو الصهيوني وأصاب وقتل عدد من القيادات الميدانية لميليشيات حزب الله الإرهابي في لبنان. لكن فيما يتعلق بالميليشيات العاملة في الساحة العراقية، لا توجد هناك تهديدات حقيقية على الجهات الأمريكية، وكما قلت هناك قواعد اشتباك تحكم العمليات من الطرفين، وسواء الفعل الميليشياوي أو رد الفعل الأمريكي. وهذا مرة أخرى أكرر أن في البيان الأخير الذي أصدرته الميليشيات التي تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، جرى الحديث بشكل واضح وبكلام يعني ليس استنتاجا ولا تأويلا، جرى الحديث أن قتل وسام الساعدي كان خرقا لقواعد الاشتباك، وبالتالي هناك اتفاقات مباشرة أو غير مباشرة، والإيرانيون نفسهم يعلنون أنهم يتلقون رسائل. ترامب أعلن أن ضربة قاعدة عين الأسد بعد اغتيال سليماني كانت بتنسيق، وأنا يعني أمريكي إيراني وكان عبر دولة عربية. طيب أستاذ مصطفى، هنا سؤال مثير، يعني هناك الكثير من الأسئلة في خلد كل من يعني يضع في تفكيره موضوع الاستهداف الأمريكي. كيف حصلوا على هذه المعلومات أنه خرج من المطعم الفلاني ودخل إلى الحارة الفلانية ودخل إلى البيت الفلاني وتم استهدافه بكل دقة
الحقيقة. هذه المعلومات من أين حصلوا، من أين حصل الأمريكان عليها؟ يعني هو مع قوة ودقة الأجهزة التجسسية الأمريكية، فبالتأكيد أن هناك اختراقا وتسريبا من جانب الميليشيات على الأرض. وكما قلت أن الميليشيات كانت تتمول وتتسلح وتتجهز حتى مقاتلتهم لتنظيم داعش، لم تكن الميليشيات تتقدم مترا واحدا إلا بعد أن تقوم القوات الأمريكية بدورها في تأمين الجبهة المقابلة سواء بالقصف المدفعي أو بالقصف الجوي. ونتذكر حتى على سبيل المثال زيارة القنصل الأمريكي في البصرة لجرح ميليشيات الحشد الشعبي وتأكيده على أنهم يعملون مع بعض. هذه العلاقات التي كانت مستمرة طوال سنوات بالتأكيد بنت الأجهزة المخابراتية والاستخبارية العسكرية الأمريكية، بنت يعني مواطئ قدم أو يعني محل اختراق لهذه الميليشيات، وبالتالي المعلومات على الأرض تأتي من الأرض من الميدان، ثم تقوم الأجهزة الاستخبارية والأجهزة التجسسية بكل شيء سواء تعقب الصوت أو تعقب عبر الجي بي اس، يعني مواقع موقع الحدث نفسه، الشخص المستهدف المقصود نفسه، أو زرع شريحة للتعقب أو إلى آخره. طيب سامو صفا، الكثير من الوسائل، لكن هناك أيضا وهذا هو المهم والذي يجب أن نشير إليه، هناك اختراق كبير لهذه الميليشيات لأنها ميليشيات إرهابية ومرتزقة، من يدفع لها يستطيع أن يحصل منها على كثير من المعلومات. نعم سيد مصطفى. أستاذ عبد السلام، كيف تصف هذا الاختراق الكبير للميليشيات بحيث تم استهدافهم بهذه الدقة؟ أستاذ سمير، احنا اذا هذا الموضوع نريد ندخل به فراح ندخل بتفاصيل كلش كثيرة. عمليات التجسس وعمليات التنصت وعمليات التعقب عمليات كبيرة ولا يقوم بها فقط أشخاص، وإنما تقوم بها أجهزة محترفة كبيرة لدول كبيرة. ولكن هناك أيضا هناك بعض العناصر الذين يعني مثل ما نسميهم تسول لهم أنفسهم بالتبرع بإعطاء المعلومة أو بإعطاء المعلومات مقابل مبلغ من المال أو فد امتياز آخر أو فشيء. فهذا المسألة التعقب لا يتم 100% إذا لم يوجد هناك عناصر متعاونة، يعني عناصر من داخل المجال. يعني عناصر من داخل المقاومين. نعم، من داخل ما يسمى بالمقاومة، هناك عناصر سيئة محسوبة على المقاومة وتبيع الوطن وليس تبيع الشخص من أجل بضعة حفنة من الدولارات خلينا نقول عليها. نعم سيد عبد السلام، هل تتوقع أن يكون هناك استهدافات لاحقة مشابهة للاستهدافات التي حصلت من قبل الأمريكيين ضد هذه الميليشيات في العراق وخاصة بعد طوفان الأقصى؟ والله أنا بعد ما سهرت هذه الاجتماعات بين الطرف العراقي وبين الطرف الأمريكي حول الضرباء يعني سحاب القوات، ما استبعد لا استبعد انه اكو هناك ضربات اخرى او استهداف او توسع بالضربات، لانه مثل ما قلت قبل قليل هناك تضارب بتصريحات بين الامريكان وبين الطرف العراقي. اما هناك معلومات مسربه او تسربت من داخل هذا الاجتماع فهو تهديد الطرف الامريكي للعراقيين بعدم استخدام أو عدم استهداف القوات الأمريكية لمدة 6 أشهر، وإذا ما تم تعرض على القوات الأمريكية خلال هذه الفترة بطائرة مسيرة أو بصاروخ أو بقنبلة فإنها تتحمل نتائج هذه الضربة، وستكون الضربة القادمة شد وإيلاما وأكثر وجعا يعني بالنسبة للعراقيين. نعم. فأني أرجح أنه لا توجد هناك أي
التوسع، لأنه الجميع الآن في العراق هم خايفين على مصالحهم وعلى مكتسباتهم اللي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية. طيب شكرا أستاذ عبد السلام. أستاذ مصطفى، كيف تنظر إلى المشهد العراقي بعد طوفان الأقصى؟ المشهد العراقي كما هو مزيد من الفوضى، مزيد من الإرهاب، مزيد من التشتت. كل طرف يحاول أن يعمل بمفرده. صحيح أن هناك الضابط الإيراني يحكم بالنتيجة حركة الجميع، ولكن هناك أيضا مصالح قد تتعارض، قد تتضارب بين أطراف هذه العملية السياسية الإجرامية في العراق، العملية المخابراتية التجسسية في الحقيقة. سيستمر هذا الحال الفوضوي والحال الشاذ في العراق. يعني لا يمكن البناء لا على يعني أو التعويل لا على أداء سياسي ولا على أداء خدمي ولا على مؤسسات أمنية، ولا يمكن التعويل على جهات عسكرية، لأنها كلها الحقيقة يعني بين مرتزقة، بين فاسدة، بين مرتهنة للأجنبي. قرارها لا يخدم مصالح العراق بالنتيجة. هي كلها خاضعة لضوابط الاحتلال الأمريكي الإيراني التدميري، هذا المشروع التدميري للعراق. لا يمكن أن نتصور في يوم من الأيام أن الولايات المتحدة أو إيران الذين جاء بهذه الطغمة الفاسدة الحاكمة، سواء ما هم مكتوبون على العرب السنة في العراق أو على العرب الشيعة في العراق أو على الأكراد في العراق أو على غير ذلك من الطوائف والقوميات، لا يمكن أن نتصور أن هؤلاء يمكن أن يكونوا أو يقدموا خدمة لصالح العراق. هم جاءوا لتدمير هذا العراق، هم ارتضوا العمل ضمن مشروع الغزو والاحتلال ابتداء وهو مشروع تدميري. كل ما يحصل في العراق هو في هذا الإطار، إطار النهب والتدمير والقتل والسرقة وإغلاق بوابات الأمل أمام العراقيين. عمليات الاستهداف نعم قد تستمر في حال تأثيرها، يعني تأثير الضربات الميليشياوية على بعض المواقع العراقية الأمريكية عفوا، وهذا ربما يحصل بالخطأ. وأيضا الولايات المتحدة يعني الحقيقة الكثير جدا من الأصوات سواء من الجمهوريين أو من الديمقراطيين أو من وسائل الإعلام القريبة من هذا الطرف أو ذاك أو المحللين العسكريين والمخابراتيين، كلها تتحدث أن الولايات المتحدة سربت المعلومات بما يسمح لعناصر رموز الصف الأول من الميليشيات بالهرب والاختفاء. لكن هذا لا يعني أن هذه الميليشيات أو هذه الرموز الإرهابية لن تكون ستكون عفوا هذا لا يعني أنها ستكون بمنأى عن الانتقام الأمريكي في حال حصول خرق لقواعد الاشتباك المثبتة بين الطرفين. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل. وللأسف انقطع الخط معكم أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا جزيلا. وأيضا نشكر الأستاذ عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة وإلى اللقاء.